السلام عليكم. ككوكب مراكشي غاير على نادي الكوكب مراكشي ومدينه مراكش، اليوم تنظمات واحد المانيفيستاسيون المحبين نادي الكوكب مراكشي. بيان سور مسيره سلميه اللي ما كملاتش الظروف الامنيه، وهذا الشيء كله تيخلينا بان نشوفوا حنا الوضع القاهر اللي عند الفرقه نادي الكوكب المراكشي اللي هي فرقه كبيره اللي تتخبط في الدوزيام سيري، وتقريبا كنا بغينا نطيحوا للهوات، والوضع ما مستقرش لداخل جانب نادي الكوكب المراكشي. يعني الجمع العام غادي يكون في نهار 10 في هذا الشهر، والبطوله بدا في 20. يعني ما جاني انا هذا الجمع العام شويه متاخر، يعني ما نديرو لا انتدابات لا والو، وهذا الشيء ما تيخلينا الا نقلقوا على نادي الكوكب المراكشي تاعنا، وان شاء الله تنتمنوا الاوضاع تقدر من لقدام. اليوم كانت واحد الوقفه كنا فريق الكوكب مراكشي ولا جمهور فريق الكوكب مراكشي اللي بادروا بواحد الطريقه اللي ما غير مفهومه. حنا كمراكشيين وغيرين على الفرقه كنطمحوا كنأملوا باش المسؤولين يحاولوا يخلقوا لنا واحد الوضع اللي يقدر الجماهير المراكشيه، لان الكره القدم في مراكش هي المتنفس الوحيد للمراكشيين. يعني كنحاولوا ماشي كنطلبوا المسؤولين، لان خدمتهم هذه واجب ديالهم هذا على هذا الفريق هذا، لان الفريق عطى لا عطى لا 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 وطنيا لا 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 دوليا لا. يعني كنطمحوا ان الكوكب المراكشي تكون في واحد المستوى اللي كنطمح فيه اي مدينه يكون عندها الفريق ديالها. ولهذا كنطلبوا من المسؤولين انهم يبادروا بواحد الانتدابات اللي تكون في المستوى بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي، ونتمناو الخير للكوكب وجينا كوكب. خرجوا على هاد البلاد هادي، هذا لا راه خصو يمشي بحال نايم هو وربعتو، باش هاد الناس هاد الجمهور هذا كيهضر لنا حقه، هاد الجمهور تيهضر لنا حقه، راه نايم اللي خصو يمشي بحالو، يعطي له فرقه ابتزاز. نايم اللي خصو يمشي بحالو يعطي له فرقه ابتزاز. راه شوف هنا راه صفرك مو فينا، راه خرج عندنا هاد السيد في هاد البلاد، راه ولد هاد البلاد هادي، راه خصنا عيني يمشي بحالو، يعطي له كوكب اتساع، راه هذا لا، راه قارونا، راه حنا صفرنا هاد الكوكب ولا سيرا ولادنا هما، دابا هاد الكوكب راه ما كنقول لك بخير ما تا شي حاجة، كنشوف كنهين صيرو، الله يخلصو، الله غادي يخلصو لا هو ولا غيرو، السلام عليكم.